نحن نعيش في هذه الأيام مناسبة وطنية غالية، وهي يوم الشهيد. ممكن نعم، نعرف قيمة الشهيد؟ الشهيد بمعنى لا يغفل عنه الناس، فهو لما تذكر الشهيد كل الناس يقول الشهيد في الجنة. دائما لما تذكر الشهيد شهيد في الجنة دائما، يعني الشهيد اسم الشهيد مكرم معزز معظم، وله بمعنى كذلك له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، لذلك قال تحسبه أموات بل هم أحياء عند الله، وله بمن كذلك من الشفاعة ما ليس لغيره، فبمعنى كذلك